اهلا بحضراتكم، برحب بيكم في طعم البيوت. وكالعاده بنبتدي كل يوم بفقره المطبخ. النهارده منورانا الشيف عزه حسين، وشايفين الدخان طالع ازاي يا شيف عزه؟ لسه الدخان بتاع الكبده طالع. ازيك عامله ايه؟ تمام يا حبيبتي، الحمد لله. ايدك ريحه تحفه، ايه رايك؟ والشكل يجنن يعني. خلينا نبتدي بطبق الكبده الحلو ده، الاسكندراني ده. تحبي تعرفي عملته ازاي؟ قولي لنا بقى. يلا اول حاجه احنا هنبتدي نحط زيت، وعامل بقى دقه ثوم جميله قوي بتنزل على طول على الزيت. وبعد كده مع اللي هي عباره عن ايه الدقه دي؟ دقه الثوم عباره عن ثوم وكمون وفلفل اخضر. بكون دقاهم وكزبره خضراء. تمام بينزل على الزيت. لازم كزبره خضراء مش ناشفه، ما تنفعش؟ لا سوري، ناشفه. كزبره ناشفه. تمام انك فكرتي. لو شفتي بقى مذاكره انا. بنزل بيها على الزيت، واول ما يصفر معايا على طول معلقتين او ثلاثه من الخل. اوكي تمام. وبعد كده بنزل بالكبده. ده كل ده قبل الكبده؟ ده كل ده قبل الكبده. دي بقى تكات جميله جدا. الكبده بتغسليها ولا بتعمل؟ لا اوكي، لا ما تغسلش خالص، ما ينفعش. بقطعها بس صغير، اللي هي اسمها اسكندراني. الشرايح الصغننه دي. وابتدي بقى وانا شغاله بقى احط لها الكمون، الكزبره، الملح. غير الدقه بنحط مره ثانيه حاجات بسيطه يعني كده. الملح تبقى عاليه النار، واول ما بتبتدي خلاص بتتشمع ببتدي اهدي عليها السنه وتتقلب بقى، بتاخد سواها وخلاص، وعليها ليمونتين. الكبده ما بتاخدش سوا كتير؟ لا 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 خالص، يعني دي من الحاجات اللي ممكن وانت واقفه تشتغلي فيها وبتعمليها. يعني تقريبا قد ايه على النار مثلا؟ ما تاخدش ربع ساعه على بعض. تمام خلاص زي وخلص الفل. مجرد اللي عايز يحط بقى حاجه حراقه يحط فلفل حراق. طبعا بيحط فلفل حراق، الليمون جميل جدا. وبنيجي في الاخر قبل ما بنطفيها برده بحط معلقه من الدقه اللي انا عاملاها. حلو، انت مش حاطه بصل، حاطه ثوم؟ لا لا لا، البصل ما تبقاش اسكندراني، مش مع الكبده. لا خالص، هي كده ما شاء الله الحمد لله كده. ايه اوكي، برمي عليها الفلفل الاخضر وخلاص تمام. يعني هي الريحه اللي احنا شمينها دي بسبب الدقه اللي انت حطيتيها في الاول قبل الكبده. قبل الكبده مش الكبده. اوكي، دي المحلات. ومش بنتبل بيها الكبده، يعني ممكن نتبل مثلا. لا لو انا هتبل بحط بس يعني عصره ليمونه، كمون، ملح، فلفل اسمر بس خالص. هي الدقه اللي هي دكه الكبده الاسكندراني. طيب احنا نخش على الحواوشي بقى الجميل اللي انت عاملاه لنا. قولي لنا ايه الاخبار بتاعته؟ الحواوشي بقى ان شاء الله ده الاسكندراني. ده بيبقى عباره عن عجينه، مش زي الحواوشي اللي احنا بناكلوه بالعيش. الرغيف بلدي. الرغيف البلدي انا بعجنها ديت، نقول مثلا نص كيلو من الدقيق، عليها باكت خميره، معلقه سكر كبيره، مع نص معلقه من الملح. أوكي. تمام؟ ميه دافيه وثلاث معالق زيت. ما فيش حاجه، بنشرب الحاجات دي كلها. وبنبتدي بالميه الدافيه نبتدي بنعجنها. أيوة. وبتتخمر. حلو. وبتبقى بالجمال ده زي ما انت حضرتك شايفه زي الفل. تمام. بالنسبه بقى للعجينه، حشوه بقى، حشوه دي بقى بتختلف عن الحشوه الثانيه. دي بيتحط لها خضار كتير. يعني انا هنا حاطه هناك بيبقى بصل بس مع اللحمه، بصل ولحمه بس وبهارات. لا احنا بنعمله اللي هي الاسكندراني. بنكتر الخضره، بنكتر البصل، بنكتر الفلفل الرومي. الخضره اللي هي ايه؟ الخضره اللي هي بتبقى بقدونس. اوكي، اهي انا محضره كل اهو زي ما احنا شايفين. ودي نص معلقه من الدقيق على نص معلقه تومه صغيره. تكه بتدي بجد حاجه رهيبه. تمام. فهنتقلب طبعا، انا حطيت البهارات اللي هو الملح. لسه هحط شويه من الملح لان حاسه اني ماسخ شويه. تمام. حطيت بقى الفلفل الاسمر، حطيت جوز التيب، بربكه مدخنه. أوكي. ولو عندك اي بهار من اللحمه اوكي بتحطيه. في ناس ممكن ساعات تحب قرفه مثلا كده، ممكن. مفيش مشكله، بس اللحمه بالذات ما بتحبش البهارات الكتير. ايوه، عشان ما تغيرش طعم. عارفه حضرتك لو حطيتي فلفل اسمر وملح ورشه جوز التيب بس، ايوه خلاص زي الفل كده بتبقى تحفه. طب انت يعني هتقفلي عليها ولا ايه؟ يعني انا عايزه اعرف بس. انا بقى دلوقتي انا خدت لازم البصل على فكره يكون بنفس حجم اللحمه، يعني احنا بنعمل نص كيلو لحمه يبقى نص كيلو بصل. يبقى كيلو نص كيلو بصل. اوكي تمام. دلوقتي معلش انا هعملها بايدي شويه، لازم عشان خاطر عشان تلميها بقى تتلم وتبتدي تتشمع من الطعم. حلو قوي. انما لو احنا عملنا الحواوشي العادي على فكره احنا ما بنحطوش فيه بقدونس ولا اي خضار. أيوة. ولا فلفل. أيوة. بيبقى بصل وبهارات بس. تمام تمام. احنا بناخدها بقى زي ما هي كده، قلبناها. تمام خلاص. انا بقى هنا بجيب اتنين، يعني بقطع العجينه قطع كده زي ما حضرتك شايفه. الصوت بس اقفل الله. انت هتعملي واحد من تحت وبعدين تقفلي بالتاني. ايوه فوق. اوكي بالشكل ده. دي بقى بعملها كور، فانا دلوقتي بعد ما قلبتها تمام، ده كده بالنسبه لي زي ما اتفقنا اسكندراني. ما بجيبش العيش اللي هو المستوي. ايوه لا خالص، ابتدي بقى انزل بيها كده. هتحطي التانيه عليها بقى. ايوه بحاول لحضرتك بقى القفله تبقى ازاي. في حاجه عايزه اقولها لحضرتك بالنسبه
للعيش بلحمه زي ما بيقولوا اسكندرانيه، لكن هو بيتسمى حواوشي. لازم على الاقل بيتحط 20% من الدهون. ايوه عشان خاطر عشان تستوي وتدي الطعم الجميل. نفترض في ناس ما بتحبش الدهون، هتعمل ايه؟ اللي ما بيحبش الدهون ممكن معلقه سمنه بلدي. تمام بيتقلب بس بيها. بتفضل برده اللحمه ماسكه نفسها حتى لو ما حطيناش الدهون؟ لا، ما هي سمنه بلدي عشان ما تفرولش. وبعدين في حاجه تانية، بحط نص معلقه دقيق، دي بتمسك على طول. اوكي كده تمام. هتقفلي بقى. قفلتها بقى كده، هوريها بقى لحضرتك تبقى ازاي. بص، بجيب شوكه. في ناس بتعملها كده. ايوه لا، انا بديها طريقه ايه، بمنظر جمالي. ايوه ببتدي اخدها كده. حلو قوي. بصي عشان تبقى ليها شكل. يبقى لها شكل حلو وعمرها ما تفتح ان شاء الله. طيب تمام قوي زي الفل. هسيبك تكملي دي براحتك، خلينا بس نتكلم عن الحجازيه الجميله دي عشان انا عايزه اعرف تفاصيلها ايه. الحجازيه بقى دي حاجه برضو اسكندراني، احنا اتفقنا النهارده يوم اسكندراني. ايوه تمام. الحجازيه دي عباره عن مقادير صينيه الحجازيه اللي هي مثلا حوالي 32. بحط 2 دقيق، 2 سميد. تمام. بحط باكت فانيليا، سوري، خميره. وبنحط معلقه سكر كبيره بس. أوكي. وبنحط بقى بالنسبه لكل ده مع الاثنين سميد واثنين دقيق ابيض، بحط كوبايه وربع من السمنه على الزيت. السمنه على الزيت. يعني ده دقيق سميد بسبوسه. بس ملخبط مع دقيق ابيض. اوكي. يعني قصاد الدقيق الكوبايه مثلا سميد، بحط كوبايه ابيض. بحط كوبايه من السمنه على زيت، بحط باكت خميره. تمام. باكت خميره، بحط معلقه سكر علشان الخميره. خلاص. وبعد كده بشربها زي الكحك اللي هو بتبتدي تبسي كده وخلاص. بعد كده بتجيب الميه الدافيه بتعجنيها وبتسيبيها شويه، بتعملي لها بقى الحشوه بتاعتها. هي طريه ولا ناشفه بقى؟ شايفه؟ لا دي جميله. ما بين انها ناعمه، ما بين كده وكده. وانها بتقرمش. بعد كده بتعملي نص العجينه في الصينيه، والنص الثاني بتكوني عامله كوبايه سميد، كوبايه سكر، 3 معالق من القرفه، ومعلقه من الكاكاو. بتبتدي تقلبيه وبتحطيه في النص بس معلقتين دقيق، بتخلي الحشوه كده زي الرمله المبلوله. شكلها باين، انا افتكرتها عجوه. لا لا دي جميله جدا على فكره. لا هي شكلها فعلا يفتح النفس. بتحطي وبتبتدي تحطي الحشوه في النص، وبتبتدي تحطي تاني العجينه، بتفرديها على كيسه. وبتديها بقى شكل جمالي برده بالشوكه. تمام. خطوط كده طول في عرض. تتحط على درجه حراره 180 على الشبكه. تقعد قد ايه؟ بتقعد تلت ساعه، ما تاخدش كتير. تسلم ايدك. تسلم ايدك. يعني بجد شكلها حلو وريحتها حلوه قوي برضو، يعني واضح ريحه القرفه فيها. احنا هنسيب بقى السلطه، سلطه سهله بس احنا هنعرف الدريسنج بتاعها ان شاء الله معوده في الاخر، وانت بعد ما تخلصيها وتفنشيها. تسلم ايدك بجد، بشكرك وهسيبك تكملي براحتك. اوكي. ورجعنا لكم مره ثانيه مشاهدينا مع اخر لمسات الشيف عزه، وطبعا كل الاكل اسكندراني زي ما قلنا. وفي انا شايفه طبق هناك حواوشي وش بيتزا، مش كده؟ ده حاجه اسكندرانيه قوي يعني، مش فاهمينها بصراحه لسه، هنفهمها دلوقتي. يلا فهمينا. احنا بنعمل الرغيف عادي جدا، العجينه بنحط فيها اللحمه وبنبتدي نحط الوش الثاني عليها، وزي ما قلنا بالشوكه. ابتدي بقى تديله ايه البيتزا، بتحط ايه على البيتزا؟ موتزاريلا. جبنه موتزاريلا. رومي. طماطم. فلفل الوان. زيتون. جبنه رومي. الحاجات دي كلها تبتدي ترشي تضغطي كده. ويعني حته سمنه بسيطه. تمام. او زبده، شوفي ايه اللي انت بتحبيه. تمام. لكن من غير صوص، ما حطيتيش اي صوص؟ لا 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 لا، ما فيش صوص خالص. هو زي ما هو كده، بنحط الحاجات اللي نوشف عليه. وبتبتدي بقى تشغلي عادي في شوايه. هتحطي الشوايه والفرن من تحت، ما فيش. عادي بتسوي من تحت وبتدي نرفعه على الشوايه. تمام. وبيطلع جميل قوي. شكل جميل. احنا كمان ريحه الاكل حلوه قوي. ايوه مش كده؟ طب قولي لنا بقى الدريسنج بتاع السلطه. السلطه طبعا انت مقطعاها تقطيعات شكلها شياكه وحلوه قوي يعني، منمقه. ما العين بتاكل الاول. ايوه صح. بس الدريسنج اللي انت حطيتيه عليه ايه بقى؟ هو ده السر طبعا. بصي حضرتك، انا بعمل السلطه بتاعتي ممكن من بدري عادي جدا. ببتدي اعمل ايه، بجيب كده بوله وابتدي احط 2 ليمونه، معلقتين خل، معلقتين زيت. ولو عندك مثلا تبس رمان نص معلقه كده، خلاص دي السوائل. حطي ملح، كزبره ناشفه، فلفل اسمر، كمون. ترجي جدا. وبتبتدي بقى تشربي في وقت الاكل بالظبط. عشان ما يتبلش. عشان ما يتبلش معانا. بس بتبقى بالشكل الجميل ده. جميل. بصراحه اكل جميل. ورحنا اسكندريه ورجعنا من اسكندريه. والبحر بقى. وبنبحري وبنحبوه على ايما بنستنى. والموجه والبحر والحاجات الجميله دي. بشكرك جدا، نورتينا شيف عز. ربنا يخليكي يا رب.
شكرا للشيف عزة حسين اللي كانت معانا النهارده من اسكندريه. اللي يحب يشوف التفاصيل الخاصه بكل الاطباق يرجع لصفحتنا على الفيسبوك ويشوف الاطباق كامله بمقاديرها. شكرا يا هدى نورتينا وبشكر كل مشاهدينا، وبكره ان شاء الله فريق عمل جديد وفقرات متنوعه وزينه بطعم البيوت. بقول لك ايه، ما تهيا بينا نعزم جيراننا وصحابنا واهلنا، شكلها اكله منه واللي بيلمنا، طب وطي النار لسلس مننا. اوه الله الله الله، ودي معلقه من وش الحلا، لحم البقر محروقه ومقرمشه واسمها بغاليز. الله الله الله، نقلت ومسمس وتسلى، ايوه انطق ابدا عنها بحته بليز. اوه الله الله الله، ودي معلقه من وش الحلا، لحم البقر محروقه ومقرمشه واسمها بغاليز. الله الله الله، نقلت ومسمس وتسلى، ايوه انطق ابدا عنها بحته بليز. وقعين في دوامة حدق وحلي، طول ما الطبق مليان حاجات تخلي بطنك تعوز دايتك يبوظ، ده الأكل لذة من لذات الحياة بنعيشها مرة وبناكل مرتين، هات من دي علبة لأ طب هات علبتين، أعمل حساب الغايب اللي مالوش نايب، الأكل يلف يلف ويرجع لأصحابه، ده الأكل يلف يلف ويرجع لأصحابه.